الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الرد الثاني على الكذبة الفجرة، وهم أبا عمران والمدعو أبا صفية وشيخهم الكذاب حسن بن عطاء الله النفيل. وهذه وقفات مختصرة مع تسجيلهم الأخير الذي كان في جزيرة توتي، والله أسأله التوفيق والصدق والإخلاص في القول والعمل. أولا، قال المدعو أبا صفية في تسجيله أن مزم الفقيري كان كوز وكان مع الحزبيين، واستمع إليه. فمزم الفقير قد صرح كما مر من كلام الأخ أبي عمران بأنه كان مع الإخوان المسلمين يعني الكيزان، ثم انتقل لتنظيم أنصار السنة البدعي. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال المرء على دين خليله، فهذا المدعو أبا صفية يسير على خطى صاحبه أبا عمران في الظلم والتحامل والهوى. فأنت يا أبا صفية قبل اليوم كنت فنان، يعني كنت فاسقا من الفساق، لأن الإمام مالك قال إنما يفعله عندنا الفساق، لكن أهل السنة والجماعة يتعاملون معهم بالعدل. وقد قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا، أي لا يحملنكم عداوة قوم على ألا تعدلوا في حكمكم فيهم فتجوروا عليهم من أجل ما بينكم وبينهم من عداوة. ثانيا، هؤلاء الكذبة عندهم تحامل غريب وتشابه عجيب، واستمع إليهم. والذين هم في الحقيقة ما هم إلا امتداد لمدرسة محمد مصطفى المبتدع. والسير على منهج محمد مصطفى عبد القادر المهرج سائرين على هذا المنهج. وأساليب الدجال محمد ابن مصطفى عبد القادر، وبطريقة الدعوة والعجلة والغرور والسير على طريق الضال محمد مصطفى عبد القادر. جاء في صحيح الإمام البخاري وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها تلف وما تناكر منها اختلف. وجاء أيضا عند الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله. ومن العجيب أنهم يقولون أننا نسير على خطى محمد مصطفى عبد القادر، ومن الأعجب منه أن كلمة كوز معفن هذه أخذوها من محمد مصطفى فقالوها بنفس طريقته، واستمع إليه. شهد على نفسه إنه كان كوز شنو معفن، ولكن هذا الرجل كما اعترف بنفسه أنه كان كوز معفن كما يقول. ثالثا، ومن جهلهم قال المدعو أبو صفية وهو يصف أخونا الشيخ الفاضل أحمد البدوي بالتناغض، فقال له قبل أيام كنت تثني وتدافع عن الشيخ حسن عطاء الله النفيعي، والآن كيف تقول عنه مبطل من المبطلين، واستمع إليه. من الظلم والفجور في الخصومة، والرجل الذي وصفته يا أحمد البدوي بأنه مبطل من المبطلين وجهت مدرعاتك الصدئة الخاسرة نحوه، هو ذات الرجل الذي كنت قبل شهر أو يزيد، وبالتحديد في يوم الأربعاء 17 من ربيع الأول، تشهد له بالعلم والفضل، فكيف صار اليوم مبطلا من المبطلين تجمع المدرعات لدحره؟ والجواب أن هذا ليس تناقضا، لأن أمر حسن عطاء الله النفيعي لم يتضح للشيخ أحمد البدوي، وعندما اتضح له حال الرجل بيّن حاله وما هو عليه من الكذب والظلم والهوى، وذلك البيان موجود في اليوتيوب كلمتين، الأولى بعنوان حسن عطاء الله النفيعي كذاب ظالم غير ثقة، والثاني بعنوان الرد على تطاول وكذب المتعالم حسن عطاء الله النفيعي. فأدعو كل من يريد الحق أن يرجع إلى هذا يجد فيه تفصيلا شافيا عن حال هذا الرجل. وأيضا مما يدل على أن كلام أحمد البدوي ليس تناقضا، قبل فترة أثنى العلماء الكبار على المدعو هاني بريك، وبعد مدة تبين لهم ضلاله فحذروا منه، فهل هذا تناقض؟ رابعا، ومن الكذب والظلم، زعم المدعو أبا صفية أن أحمد البدوي وافق الشيخ حسن عطاء الله النفيعي في قوله أن هؤلاء الشباب أفسدوا كثيرا من القرى، واستمع إليه. ومن التناقضات أيضا بيانه لموقفه من حكم الشيخ حسن على مزم الوعاداب ومن معهم بأنهم أفسدوا كثيرا من القرى، وهو قد قبل بهذه الأحكام بنص كلامه، وأنه أخذها مكتوبة من الشيخ حسن وافقه عليها. وهؤلاء القوم كما ذكرنا آنفا يصدقون الكذب الواضح ويكذبون الصدق الواضح، والآن استمع إلى كلام أحمد البدوي، هل وافق شيخهم؟
اداني نسخه كتبه بنفسه وسجله صوتيه. انه الكلام ده ما اراد بالعموم، ما دخلوا قريه الا افسدوها، ما اراد بالعموم، قال وانما هناك كثير من القرى دخلوها وما حدث منهم ذلك، اي ذلك الافساد. معناه في قرى ثانيه حصل منهم شنو؟ افساد فيها. وهذا الكلام ايضا باطل وهو كذب. انا قبلته بحسنينيه، شلته قلت اجي اخواننا وشم الامه الشمل وكذي. وبهذا يتبين للمستمع ان احمد البدوي لم يوافق شيخهم، وانما اخذ الكلام ليتم الصلح، واخذه بحسنينيه ليتم الصلح بينهم وبين شيخهم، لكن المدعو ابا صفيه يحمل الكلام ما لا يحتمل ليوافق الكلام هواه. فلماذا الظلم والكذب؟ لا يكذب المرء الا من مهانته او فعلة السوء او من قله الادب. خامسا، ومن تحامل الرجل، زعم ان ابو بكر اداب يقول ان تدريس الاصول الثلاثة ليس من التوحيد، واستمع إليه. وقد كذب شهاب عوض حين قال إن إخوانه لا يقولون بأن شرح الأصول الثلاثة ليس من دعوة التوحيد، واستمع إلى تكذيب ما قاله من كلام آداب. ودعوة التوحيد على طريقة القرآن، شما يجوا عاد يتكلم لك والسنة كذلك، شما يجوا عاد يقول لك لا لا بدعوا شرح كده الأصول الثلاثة وهذا الأصل الأول، لا دعوة التوحيد كما قال ابن القيم بتتناول مبدئين. أولا نقطع عقائد المشركين، تنقض العقائد، هي عقيدة معناها رابطة قوي، ليه العقدة إلا تتكلم فيها. وهنا يظهر واضحا للمستمع أن أبو بكر آداب لم يقل أنها ليست من التوحيد، وإنما قال يجب نقد عقائد المشركين والتفصيل فيها وربطها بالواقع. وقد وضح الإخوة معنى هذا الكلام في كثير من التسجيلات، واستمع الآن إلى أحمد البدوي. والناس إذا درست الكتب دي تربطها بالواقع، وده مقصود بعض أخوانا لما يقولوا الأصول الثلاثة وما الأصول الثلاثة إلى آخره، ما قدح في الأصول الثلاثة الشيخ أبو بكر آداب حفظه الله تعالى، لكن يريد من ذلك دعوة الناس إلى ربط هذه الكتب بشنو؟ بالواقع، بالواقع، مش بس تقرأ وتمشي. أنت إذا قريت ومشيت والناس ما فهمت وما زالوا يواصلون على باطلهم، أنت ما بلغت التوحيد التبليغ المراد. حس المصحف ده فيه كلام؟ كتاب الله ده فيه كلام؟ ما فيه كلام، صح ولا ما صح؟ مش واضح؟ كتاب فصلت آياته. لكن لو جبت خواجة قالت له مصحف من الفاتحة للناس كذي بلغت التوحيد إنت؟ وده قدح في القرآن؟ ما قدح فيه ولا فيه كلام ولا في كلام أبلغ من القرآن أصلا وأبدا. فده المقصود والله أعلم. قد يقول قائل كيف عرف أحمد البدوي مقصود صاحبه أبو بكر آداب؟ الجواب قد وضح ذلك أبو بكر آداب بنفسه في إحدى التسجيلات، لكن القوم حتى ولو وضحت لهم مقصودك تظل عندهم على حسب هواهم، وسيتضح ذلك بعد قليل إن شاء الله. سادسا، زعم أن أحمد البدوي لم يأخذ بخبر أخونا جوشو واتصل على حسن عطاء الله النفيعي للتثبت، واستمع إليه. وأحمد البدوي نفسه الذي قد مر بيان شيء من كذبه واضطرابه لم يأخذ بخبر جوشو، ورجع إلى الشيخ كما مر في اتصاله عليه للتثبت. أقول هذا الرجل كذاب، لأنه قد سمع من قبل أن أحمد البدوي قال لم أتصل على حسن عطاء الله النفيعي للتثبت، واستمع إليه. اتصلت بي على حسب كلامك التسجيل، هذا الاتصال ماذا أردت به؟ هل أردت به التثبت؟ قال لماذا اتصلت به؟ التثبت؟ لا، ما التثبت، ما التثبت، ما التثبت ولا التثبت ساي من غير الألف تحت السؤال لاستفهام. ما اتصلت بك عشان أثبت الزول بيني وبينه كان مودة ومشيت له. أنا اتصلت به عشان أقول له السلام عليكم يا شيخ حسن، عليكم السلام، أنا والله ثبت لي في كلامك كذب وأنا دار أرد عليك، لأنه أنا اختلفت مع ناس كتار وجلست مجالس وما دار يوم من الأيام حتى المخالف انظر لي نظرة خيانة كونه جلست معاه وأجي فجأة يلقاني رديت عليه وأبا ما حتى له بالكلام. هذا القصد من الاتصال ويعلم الله ذلك. سابعا، أوهم أبا صفية المستمع أن أحمد البدوي أسقط شيخه حسن عطاء الله النفيعي بأخطاء لغوية، واستمع إليه. أخذ أحمد البدوي على الشيخ حسن عطاء الله
في تعقيبه وقوع أخطاء لغوية وإملائية. هذا المسلك الذي سلكه البدوي في إسقاط الشيخ حسن، وهذا من التلبيس، لأن الإخوة جاءوا بهذا الكلام لأن حسن عطا الله النفيعي افترى على دعاة التوحيد ووصفهم بالجهل، وجاءوا بهذا الكلام لتعرف من هو الجاهل. وأيضا الإخوة لم يسقطوه بسبب أخطائه اللغوية، وإنما بظلمه وحقده وكذبه على دعاة التوحيد، وكل ذلك موجود ومفصل على اليوتيوب. ثامنا، هؤلاء القوم عندهم من الفجور في الخصومة الشيء العجيب. جاءوا بمقطع للشيخ مزمل الفقيري، واستمع إليه. وأنا لا يمكن أساوي مثل هذا الرجل بأمثال أخواننا الفضلاء شغالين دعوة التوحيد، واضحة أوضح من الشرش اللي بتفقع بالنهار، واضحة جدا جدا والله. دعوة لا فيها لبس، لا فيها غموض، لا فيها لولوة، لا فيها كمكمة، دعوة واضحة. واضحة ولا ما واضحة؟ واضحة. لكن بعد ده أخواننا ده المخلصين لله مرائين لشيء يعلم ربنا، احنا ما بنعلم. لكن الدعوة الواضحة دي والله دي أوضح دعوة وجدناها على وجه الأرض في هذا العصر الحديث، أوضح دعوة وجدناها على وجه الأرض دعوة أخواننا دي. دعوتكم يا مزمل أوضح دعوة على وجه الأرض، سبحان الله، أوضح من دعوة العلماء بمكة والمدينة. دعوتكم يا مزمل أوضح من دعوة العلماء بأرض اليمن، أوضح من دعوة العلماء بأرض الكنانة والجزائر. وهذا الرجل يعلم يقينا أن مزمل الفقيري ما قصد هذا الكلام، بدليل أنه جاء بمقطع الشيخ أحمد البدوي قال فيه البدوي أنه يعلم من مزمل ما قصد هذا المراد. ففجر أبا صفية في الخصومة وقال: حتى لو صرح مزمل بمراده من هذا الكلام فإنه لا يصح. واستمع إليه. بل حتى لو صرح مزمل بمراده منها فإنها لا تصح بذلك. والآن نكتال لهم من المكيال الذي وضعوه هم لأنفسهم ليكيلوا به للناس. استمع إلى متحدثهم المدعو أبو بلال في نفس المحاضرة، وهو يزعم أنه لا توجد حلقات توحيد في جزيرة توتي إلا حلقات إخوانهم. واستمع إليه. بل لا توجد حلقات في جزيرة توتي للدعوة للتوحيد إلا حلقات هؤلاء الإخوة، ونحن الآن معهم في توتي يشهدون على ذلك. أقول: ما رأي أبو صفية في هذا الكلام؟ هل كلامه باطل أم أنه معذور؟ نرجو الجواب. قال الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال الإمام البغوي رحمه الله: يعني الذين ينقصون المكيال والميزان ويبخسون حقوق الناس. تاسعا، زعم أبا صفية أن أحمد البدوي وصف حسن عطاء الله النفيعي بالحق بسبب أنه بيّن له أخطاء مزمل. واستمع إليه. من عجائب أحمد البدوي التي لا تنقضي وصفه للشيخ حسن بالحقد. لماذا؟ بسبب أنه بيّن له أخطاء لمزمل فقيري، فاتهمه البدوي بأنه حاقد أو أن هذا حقد، وهذا من الكذب. وإليك أيها المستمع السبب الذي وصف به أحمد البدوي حسن عطاء الله النفيعي بالحقد. أنت عارف إن قال لي شنو؟ ومنا أنا الزول دعا ينتليه واحد من طلابه برضو علق منا، والله من الوقت دا قلبي تغير منه. قال لي: يا أحمد، نحن ما مشكلتنا إنهم بيغلطوا وبتراجعوا، دي صفة طيبة، لكن كيف يترأسوا الشباب ويتكلموا باسم السلفية ويظهروا باسم السلفية؟ منا أنا الزول ده شنو؟ لقيت بعاين من بعاين لي طشاش طشاش. يا أخي قلت له: يا أخي مزمل ده ما دار ترأس، أنا بعرفه الزول ده برافو ما دار ترأس. قال لي: يا أحمد، ما خلاص يترأس. قلت له: يا أخي الزول ده كله ما دفاع عن مزمل. قلت له: الزول ده بلغ دعوة، الناس شافوا بلغ دعوة، أشاروا له بالبنان واحترموه. قال لي برضو بيقى راس، ها يعمل شنو؟ قلت له: يا أخ ما يتكلم في الدين مزمل ده، ما يتكلم في دين الله. قال لي: أنا ما بقول زي نزار هاشم اللي يطلع تزكية، اللي يتكلم بيعلم وهاي حديث ويتكلم. طيب ما لما يتكلم بيقول له: أنت تكلمت جزاك الله خير، بالتف وحوله وكذي. ثاني بقى راس اللي أنت خايف منها دي، ثاني جاء يا ناس دي حلوك، الناس اللي بيفهموا كيف. عاشرا، هؤلاء القوم لا يراعون للمفاسد والمصالح. استمع إلى خدمتهم لأهل الشرك من حيث يشعروا أو لا يشعروا. والحاصل أن مزملا قد ناظر بالجهل داعية الشرك الصوفي القبوري الضال حامد بابكر.
فأنكر عليهم الشيخ أحمد البدوي وقال هذا ليس من المصلحة واستمع إليه. هل من المصلحة نشر خطأ لداعي التوحيد في مناظرة كثر فيها شوكة داعية الشرك، وداعي الشرك عنده فيها 70 خطأ، 70 خطأ؟ أجرى صحيح البخاري الفيو قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أمش أقرأ القواعد المثلى وشرح القواعد المثلى لابن عثيمين، شوف الفرق بين التشبيه والتمثيل، بعد ذلك تاني يتكلم. وأي زول الآن الكثيرين بيقولوا التشبيه هو التمثيل والتمثيل هو التشبيه، وأنا جبت لك بالتحديد في الخطأ اللي تجبته، جبت لك بالتحديد، والخطأ ده سببه أنا وأتوب إلى الله تعالى. تعالى عندك شيء؟ تعالى أنت بتقدر تقول أتوب يا حسن؟ وبعد هذه الأدلة جاء المدعو أبا صفية ويقول: هذا الاستدلال باطل وهذا من أفعال الحزبيين، واستمع إليه. وأما ما ذكره البدوي من أدلة على جواز كتم الحق للمصلحة وتنزيلها على جواز أن يكتم مزملا ما وقع فيه من جهل وكذب وتحريف لكلام أهل السنة، فهذا استدلال باطل وتنزيل للنصوص في غير محلها، فكان الأولى تنزيلها على ما قد يقع لعوام الناس، وهذا من رواسب الحزبية. انتبه معي أيها المستمع، قال هذا من صفات الحزبيين، لكن هذا الرجل نسي أو تناسى أن شيخه حسن عطاء الله النفيعي هو الذي قال أنه لا يصح الكلام في هذه الأمور لأنها من المفاسد، واستمع إليه. قلت لك أنا أخشى والله من أن تتخذ الصوفية كلامي ذريعة للطعن في التوحيد والسنة، وتضرب كلام أهل السنة بعضهم البعض، وإلا لأخرجت الفضائح لهؤلاء الناس. فما هو قول أبا صفية؟ هل سيصف كلام شيخه بأنه باطل؟ وهل سيصف شيخه أنه يسير على خطى الحزبيين؟ وهل سيتراجع شيخه من هذا الكلام ويتوب؟ وما هو موقفك إن لم يتوب؟ وهل سترد عليه في العلن كما نشر باطله في العلن؟ لكن اعلم أخي المستمع أن القوم عندهم فجور في الخصومة، رحم الله دعاة التوحيد الذين يحبونه بحق لا بالادعاءات ولا كاذيب. فعندما برأت المحكمة شيخنا مزم الفقيري من تهم الصوفية، أحد مشايخنا الكبار في السعودية ذبح شكرا لله ووزعه للفقراء والمساكين فرحا بهذا النص. أما هؤلاء والله عندهم فجور عظيم، فقد أخبرني أحد إخواننا الأفاضل كان مع أبو عمران والآن يدرس مع الشيخ أبو بكر آداب، قال لي: والله عندما أوقفت الحكومة حلقة إخواننا في الحاج يوسف، قال لي أن أحد دعاتهم فرح فرحا شديدا وقال: لابد نتصل بأبو عمران، فاتصلوا به ليفرحوه بالخبر. قال لي: فصرت محتارا في أمرهم، فيا لله العجب، أي توحيد هذا الذي يزعموه؟ وأيضا من فجورهم في الخصومة، استمع إلى متحدثهم أبا بلال وهو يصف دعوة إخواننا أن الغالب عليها هو الفساد، واستمع إليه. يا آداب فلينظر في واقعكم، فإن كان الغالب عليكم الإفساد جاز إطلاق ذلك. لذلك إذا كان الغالب عليكم الإفساد يجوز شنو؟ إنه يقول لهم ما دخلوا غير إلا شنو؟ سدوا. وإن لم يكن الغالب عليكم الإفساد يطالب الشيخ بالرجوع من هذه المقولة، دي بعد مثلا أبحث نشوف الناس دي الغالب عليهم الإفساد وللإصلاح، والحياة المعرفة في بحري في إفساد. وهذا من الظلم العظيم الذي لا يخفى على إنسان، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. واعلم أخي المستمع أن هؤلاء الكذبة الفجرة وصلوا في الخصومة درجة لم يصل إليها حتى شيوخ الحزبيين. فقبل أيام اتصل أحد الإخوة على أحد شيوخ الحزبيين الكبار بالنسبة لهم، وقال له: ما رأيك في مناظرة مزم الفقيري مع حامد؟ قال له: والله أقول لك النصيحة أقوى من مناظرة محمد مصطفى. قال له: يا شيخ، هل آتي به إلى قريتنا لمحاربة التصوف؟ قال له: كيف؟ جيبوا طوالقا لحارب به الصوفية والتكفيريين، لكن لو تكلم لك في شيوخنا قل لك كلامك مو مقبول. فانظر أخي المستمع، حتى الأعداء يشهدون للشيخ مزمل بالعدل، أما هؤلاء الله المستعان. وأيضا مما يدل على الفجور في الخصومة وأن الأمر عندهم ليس تدينا، قد ناظر الدجال الصوفي حامد بابكر، فلماذا لم يبحثوا
وينقب عن أخطاء الدجال في المناظرة إذا كان الأمر دين، أم هي حظوظ النفس والظلم والهوى؟ والله المستعان. الخلاصة: العلم لا يؤخذ من الكذابين، وقد قال الإمام مالك: لا يؤخذ العلم من الكذاب. القوم عندهم تحامل غريب ويحملون الكلام ما لا يحتمل. أخيرا أقول لمشايخنا الأفاضل: أرموا قدام، لا تنشغلوا بهؤلاء، الصراخ على قدر الألم. وختاما أقول لهؤلاء الكذبة الذين ظلموا إخواننا وبغوا عليهم: سنلتقي يوم تبلى السرائر. وما كان لله يبغى، الله أعلم، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.